شاهدتوا أو شفتوا فنانين معروفين سواء رواد خارج الرواد لا زالوا هم في كاركتر واحد وعدهم جمود في الأداء، وهذا كثير أنا دي أشوف بالتعليقات من أقرأ يقول لك إنه هذا هاي الشخص هذا الفنان نفس هذا الكاركتر ما يطلع من عنده، أو هاي الأسماء المهمة خلينا نقول إنه لا زالوا ما يقدرون يجسدون شخصيات، أكو تكلف بالأداء. اليوم المدرسة التمثيلية اللي تروح للمدرسة مثل المدرسة التمثيلية هو الفلات بالتعابير والشدة اليوم بدأت تنتهي، يعني ترى old style. فبصراحة بالكاستينج هم عندكم هواية فنانين معروفين ما فشلوا بالاختبار؟ هو الكاستينج للمخرج هسه عندك يعني أي أنا أقولك الكاستينج للمخرج، وبالتالي جهة الإنتاج تقول أريد أحتاج هذا. أنت اليوم ترى بالعكس الفنان العراقي بدأ في مشاهدات في قراءات في تطور في احتكاك مع مدارس أخرى، اشتغل عربيا اشتغل مع يعني في خارج حدود. طيب أكو فنانين محيطة. أكو فنانين جامدين في أدائهم؟ طبعا أنا شوفي يعني هذا الموضوع هو أكيد أكو ما نقدر نحابي إحنا، بس انت شو يعني اللي جامد انت لا تجيبه منتهي الموضوع. يعني اللي يعتبوا لعد اذا ما جبتوهم هو ماكو. لا لا خلينا ناخذ فاصل. لا شوفي ناخذ فاصل خلينا ناخذ فاصل نرجع للاعمال. خلينا ناخذ